إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. انا كبرك اكلم معسكرك بكلام ما يريحش، ده حاجه حلوه وتريح مصر. فانا عايزك تكلمني انت، قلت مراجعات فكريه وبعدين دخلتنا في الجيش. قبل ما تدخلني في الجيش يا برنس، كلمني كده انت رؤيتك للوطنيه المصريه ازاي. يعني هل انا مثلا، احنا اتكلمنا في التليفون اول ما قلت لك، واتفقنا بالمناسبه، قلنا ما تيجي نطلع لايف، وزي ما تيجي انا وهو كنا بنتكلم عن دعاء، وانا قلت له في حته كده دعاء اتكلمت فيها عن الوطنيه عجبتني جدا الحقيقه، وانا حتى ما كنتش بهزر معاها لما بقولها انت تخش عميد في امن الدوله على طول، لان هي بتظبط الفكره، مش بت هي بتلعب في الليفل اللي فوق، ما بتلعبش في الليفل بتاع اضربه اضربه عشان يبطل يفكر كده، لا دي معاها، ده معاها دواء نظيف، بتقول افكار تمام. على الاقل سمعت معايا. وانا بالمناسبه وطني، يعني قصدي انا مش محتاج دعاء تقول لي الكلمتين دول عشان ابقى وطني، انا وطني من الاول، بس حاجه حلوه انك تقوي الوطنيه بتاعتك. واللي بيدعي ان هو وطنيته قويه قوي 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 عمره ما هيبقى مش وطني، اهو ده واحد لو اختبر بجد في لعبه الحياه بوم يقع لانه مدعي. فانا هزنقك يا باشا، فانت كلمني، انا محتاج اعرف. انا على فكره ما قلت لك نسخه هيثم خليل ابو خليل اللي هو، وانا مش جاي حاكمك ولا حاسبك، العفو على فكره، وانا مقدر ظروفك على فكره، انا لو انا بتعدى حدودي لو سمحت، انت راجل ذوق فممكن تسمح لي، بس لو سمحت انا بقول لك ما تسمحليش. لا مش ممكن؟ هسمح لك، ما تقلقش. اوكي. وانا مش هقلق عشان لا يبقى انا الحوار، اسكندراني، بس انا اسكندراني يا وائل، عشان خلي بالك انا اسكندراني. طيب يعني انت، يعني انت بتهددني يعني، ماشي يا باشا. وانا بعز بتوع اسكندريه على فكره، وبحس تمام. ان هو ايه، الناس بتوع اسكندريه ايه، في حاجه عشان ما اكلوش بولتي كتير او يعني فاهم، في يعني بيبقى عندهم الوزنه بتاعتهم ألذ يعني فاهم. الفكرة فانا عايز انت اسالك، عايز تتكلم عن الفترة. انت رجعت عن فكره التنظيم الدولي مثلا، انه فكره ان احنا، ان المسلمين، ان انت، ان اصوات القوميه الاسلاميه كمفهوم، او الافكار دي كلها افكار جميله على فكره، لو بصيت في عمقها قوي 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 قوي، واهتميت بقى بتفاصيل مودرن، طلعت لي نسخه مطوره، وما سميتهاليش مشروع النهضه، لان لو هي مشروع نهضه وابداء نعيره هنشتغل بعض بقى يعني، هنبقى لا، وهي برضه لو مبنيه على الاساس الطائفي اللي بيفكر فيه الاسلاميين، فانا عايز اعرف برضه الفكره الطائفيه عندك انت باصص لها ازاي، المواطنه باصص لها ازاي، لان انا بحس ان الاسلاميين مش واضحين ولا دغري في الحته دي، وانا بالمناسبه جاي اعصرك. الفكره وائل برضو حته التعميم، احنا لازم نتفق مع بعض ان التعميم قفه العامه، يعني ما ينفعش اقول ان الاخوان المسلمين دول كلهم طائفيين، الاخوان المسلمين دول كلهم رجعيين حالمين عايشين في ميه البطيخ وبيتكلموا على الخلافه والكلام ده، هم اصلا ممارساتهم جوه يعني لا تؤهلهم لذلك. لكن لازم ايضا اتفق، وانت حضرتك النهارده بتتكلم مع الجميع، مع الجميع، ان جماعه الاخوان المسلمين هي اضافه للحركه الوطنيه، ولازم نفرق بين الشخص البسيط في جماعه الاخوان المسلمين اللي هو في الاخر بيأدي فروضه وحاطط عياله مع الاشبال وبناته مع الزهرات وزوجته مع الاخوات، ومتخيل ان الطريق ده هو اللي هيوصله للجنه، وهو ده هيخدم وطنه وعنده وطنيه جامده جدا، ولا ننكر موقفهم الوطنيه باي يعني باي طريقه كانت. ولكن نختلف بقى مع قيادات نقول فاشله، قيادات بوصلتها غلط، قيادات اقصائيه، قيادات بتدعي ان هي مع الاخر وان هم ملح في الماء ولكن هم زيت في الميه، ما ينفعوش يندمجوا مع الاخر حتى لو ادعوا غير ذلك. المشكله ان انا صعب يعني اتكلم على جماعه الاخوان المسلمين وانا مؤلف كتاب، يعني كتاب تجربتي كامله مؤلفها في كتاب صدر في 2012 اسمه اخوان اصلاحيون، وقلت ان انا فشلت انا ومجموعه من افاضل الاخوان ان احنا نحاول نصلح من الداخل، عشان كده احنا خرجنا وبنعول على الاخرين. جماعه الاخوان المسلمين كانت تجربه بالنسبه لي، وصعب ان 20 سنه من حياتي اقول ان انا التجربه دي كانت خطا، ولكن لا فيها ايجابيات طبعا استفدت بيها، وهي جزء من مكونات شخصيتي بالطبع، ولكن في جزء طبعا جزء سلبي، دايما الناس بتحب الجزء السلبي. طب يا جماعه ماشي، الجزء السلبي معروف اللي هو التدجين، هو مزرعه الدواجن البيضاء، هو المكان المغلق اللي زي ما بقول لك، انا برضه تاني بقول لك تنظيم الجيش، قلنا مصر هيضيعها 3 تنظيمات، تنظيم الجيش وتنظيم الكنيسه وتنظيم الاخوان. التنظيمات المغلقه اللي بتخلي الناس تلغي عقلها وتنفذ الاوامر دي مشكله، يطلع ويتنفس هواء طلق ويشم الحريه،
بالتالي افكاره بتنضج وبيتغير. لا يعني ذلك ان احنا بنقول النهارده نعمل اكس، هو النهارده السيسي واللي معاه بدا لعبه بلعبه ايه؟ بلعبه انتوا شعب واحنا شعب، والاغنيه الحقيره اللي طلعت، وموضوع ان هو شقنا من اول الاستفتاء بتاع مارس 2011، لان هو عنده مشكله ان احنا لو مع بعض. وانت حضرتك شفت ال 18 يوم الرائعين بتوع الثوره، كنا بنعدي مع بنعدي على كنائس ماشيين مع بعض، ما حدش بيبص اللي جنبه شكله ايه. معايا؟ طب انا ممكن الفكره في ممكن الاخر ايه؟ ممكن ممكن انا مش عايز اقطعك، وبالمناسبه انا بعتبر، انا مثلا لما جبت دعاء تتكلم ما قطعتهاش كتير، بس انا من وجهه نظري ان انا لو بتكلم معاك احنا الاثنين عايزين نقطع بعض كتير، عشان احنا الخطوط المتشابكه بيننا دلوقتي كتيره، والاختلافات بيننا هتبقى كبيره، بس عايزين نتعلم احنا الاثنين نطلع في ليفل اعلى. لان انا على فكره انا عندي مشكله كبيره مع الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي، مثلا ان انت تقول تنظيم الجيش والكنيسه والاخوان في كلمه واحده، انا عندي مشكله كبيره، لان اكشلي التنظيم الوحيد اللي غير شرعي دلوقتي هو الاخوان. الكنيسه اصلا مش شغاله كتنظيم سياسي، الكنيسه اضطرت اضطرارا. انا بفهمك وجهه نظر الكنيسه من وجهه نظر الكنيسه، زي ما انا ممكن اكلمك عن وجهة نظر الاخوان من وجهة نظر الاخوان، او انت تكلمني عن وجهة نظر الاخوان من وجهة نظر الاخوان. الكنيسة في مصر اصلا مش بتاعت لعب سياسة، هي مش عايزة تلعب سياسة. البابا شنودة لما بدأ يلعب سياسة كان عشان هو من وجهة نظره بيحاول يحمي مصالح المسيحيين. انت احنا مش هنضحك على بعض، انا كنت في الاخوان في اول في اولى جامعة، وكان وانا في الاخوان في اولى جامعه كنت متطرف اصلا ساعتها اكتر من ناس كتير من الاخوان اللي حواليا، عشان انا لما عشت في السعوديه ما عاشرتش مسيحيين، فكان كل علاقتي بالمسيحيين ان ما فيش غير واحد بس اسمه مايكل، جارنا في الشارع اللي انا ايه عايش فيه، ومايكل ده كان راجل زي العسل، وامه طول عمرها قلقانه على مايكل. انت عمرك ما حسيت احساس الاقليه ان الام تبقى طول الوقت معناها عايشه في منطقه مش يا شعبيه، وائل يا عايشه في حبيبي، هو منطقه حته الاقليه دي هو بيصنعها معاهم، يعني هو بيصنعها معاهم ان هو بيجي قدام الكنائس دايما يعمل بوابات الكترونيه ويحط اكياس رمله ويقفل دي 10 عشر دم الشارع مدلل عشان دم يحسس اختلافات عشان كتير. يحسسهم ان هم اقليه ويفصلهم عننا، ويقول لهم في الاخر زي موضوع اسرائيل ما بتعمله مع الفلسطينيين، لا، الامن ده مقابل دفن الرؤوس في الرمال ده يا باشا. وده اللي الاخوان بيعملوه طول الوقت. بص بقول لك ايه، احنا انا الحته دي بالنسبه لي، عشان انا حسيت المسيحيين جامد على فكره، انا الحته دي بالنسبه لي عايز، مش على فكره انا مش عايز اقنعك بيها، بس عايزك تديني فرصه اشرح لك وجهه نظره اوكي. هل من وجهه تتفق نظره. معايا، هل تتفق معايا يا وائل ان موضوع المسيحيين، موضوع ما المسيحيين تعتبرش بس ان والمسلمين في النظام مصر بيخطط، استنى بس استنى، كون النظام، بص انا دلوقتي الحراسه اللي محطوطه قصاد الكنائس، انت بتقول انها معموله منظمه، انت دايما كواحد، انا عايز اقول دي فكره اخوانيه بحته، فكره الصعبانيات وبعديها يجي بعديها المؤامرات، انت دايما متصور ان هو بيحط الحراسه عشان يحسس الناس بعدم الامان. استنى بس ثانيه وخلينا اوصل الفكره للاخر ارجوك، تمام. هو اصلا من مصلحته بشكل عام كنظام، يعني انا لو رئيس الجمهوريه، لو انا الرئيس محمد حسني مبارك مثلا وببص من فوق كده، من مصلحته في دوله مهم جدا يبدا يوصل دايما للمستثمرين، لان احنا خد بالك احنا البلد بتاعتنا احنا مصاريفنا كتير، احنا 100 مليون واحد، مصاريفنا كتير، زي ما برضو دعاء بتقول انت افطارك الصبح بمصروف قطر في شهر، وده كلام ما يزعلش حد، دي وقائع، ما هو احنا عددنا كتير يا جماعه، وهي كده حاصله كده، واحنا عددنا كتير، والارض دلوقتي مش خيرها مش مغطينا دلوقتي عشان احنا مش عارفين نستخدم خيرها، وده احنا متفقين فيه. بس هو على فكره مش متآمر يا هيثم، هو انت زي ما انت متضايق ان انت طول الوقت ان هو شايفك متآمر وبيترجم اي حاجه هو انت بتعملها انها مؤامره عليه، خد بالك انت واقع في نفس اللعبه. انا دلوقتي ما بقتش في اللعبه دي، انا خرجت من اللعبه دي، انا اصلا من زمان كنت في اللعبه دي شويه صغيرين، يعني انا دايما اقول بس هو انا مش عبيط برضه، هو بيستفيد من اي حاجه، يعني مثلا ايه؟ ما هو انت ما تقنعنيش ان هو دلوقتي لما المسيحيين يبقوا مرعوبين فهو يبدا يطمنهم، مش هيستفيد منها سياسيا، ما هو محتاج يستفيد منها سياسيا، لان انت طول الوقت بتشتمه وهو عايز يكسب رصيد، لان هو بالمناسبه بيخاف على رصيده مش زي ما الناس بتقول، لانه بالمناسبه انت مؤثر مش زي ما انت فاكر ان انت مش يعني انت مؤثر. وائل شايف ان انت شايف ان في اجهزه امنيه في مصر ما كانش لها دور فاعل ان هي تثير الفتنه بين المسلمين وبين المسيحيين، انت شايف ان كل الكلام ده كان كذب كلها مؤامرات؟
انا شايف انه هقول لك المعنى بقد ما تركيبه لا رد على قد ما سؤالي بس اقدر. لو وانت سمحت، رد على سؤالي. لا اتفضل. لا لا، ما تحاولش توجهني، ما انا برد على سؤالك، بس انا بحاول اوريك ان انا انا مش هحاول، بوجهك، انا بقول لك رد بس. ما انا هرد، هحاول افتح الموضوع بشكل معقد شويه. انا عايز اقول لك ان المصريين كلهم عندهم مشاكل كتيره. يعني انت لو مهندس مصري او دكتور مصري او ضابط مصري او بقال مصري او فلاح مصري او مكواجي مصري، كلنا في الاخر منظومه واحده وبنأثر على بعض طول اليوم. يعني انت ممكن الجزمجي على فكره يخلي حياه رئيس شركه جحيم في يوم، يبوظ له، يطلع الراجل متعصب، يتخانق مع مراته في البيت، يقوم رايح المكتب، حياته تبوظ عشان الجزمجي قرر ان هو يعكنن عليه اليوم، لان كلنا بقينا ايه؟ بقينا ملمسين مع العصبيه والغضب الوقت. ودي حكمه على فكره انا اتعلمتها هنا في امريكا، لانه هنا الناس عندهم ثقافه، مش مساله الاعتذار، ما فيش ثقافه اللي هو انا غلطت عايز اصلح الغلطه، وعايز اقول لك انا صلحتها ازاي عشان كلنا ما نغلطهاش. فهم بيلعبوا مع بعض اللعبه كده، الحق انا غلطت اهو، بص، وبوست مورتم، ويقوم كاتب، حتى السي او بتاع الشركه بيكتبها. طبعا تمام. بيحصل تعريض، وفي احيانا الغلطات ما بتتكتبش، يعني انا مش بوري برضو يوتوبيا، بس على الاقل في ثقافه كده كده. الناس دي، الضباط دول ناس مبدئيا وقت الضغط عليه، هو اصلا المنظومه مش ماشيه، ما بتحترمش ادميته هو شخصيا كبني ادم، عشان تبقى فاهم، لان هي منظومه صعبه وقديمه، وهي ما بتحترمش ادميته مش عشان هي مش عايزه تحترم ادميته، ما فيش مؤامره، تمام. هي ما بتحترمش ادميته عشان هي ادمت وما بيحصلهاش صيانه. فهو ما بينامش، بينام 3 ساعات 4 ساعات في اليوم، وعنده كيسز مربوطه عليه، وعنده تارجتس، وعنده مديرين بيضربوه، مش بيضربوه يعني، قصدي بيضغطوا عليه، وعنده مديرين بيضغطوا على مديرينهم، والوضع سايل، وكل شويه بقى ناس عماله تطلع له بؤر كده هو ما بيعرفش يفهمها اصلا. واحد طالع له تمام. بدرون، يا نهار اسود، الدرون ده بيصور ايه؟ هات اقبض على الواد وحطه في السجن. وبعدين خد بالك، هو ايه؟ هو مثلا الكاستمر سيرفيس بتاعت السجن تفتكر هتبقى عامله ازاي؟ ما هو الكواليتي بتاعت البني ادم اللي هيرضى يشتغل في سجن تمام. مصري زي هو اصلا. الراجل ده، انا المعتقل، استنى بس، المعتقل اللي انا دخلته انا كنت حاسس ان الراجل اللي معايا ده هو اللي مسجون، انا كنت بقول انا شويه وهطلع، بس الراجل اللي معايا اللي حاطينه في الاوضه ده تمام. عشان يراقبني طول الوقت هو اللي مسجون. فاللي انا بحاول اقوله انه انت بتفسر دايما، عندك كده طريقه في التفكير، انك دايما شايف ان الدوله قاعده عماله تخطط لحاجات هي اصلا مش من مصلحه الدوله تخطط لها. وعلى فكره هم مشكلتهم مع الاخوان والفكر الاخواني جزء كبير منها ده، ان انت مش قادر تشوف، انت عشان هو مش موريك الصوره الكامله، لان هو ما بيثقش فيك. وبالمناسبه ده مش معناه ان هو ما عندوش مشاكل وما عندوش فساد وما عندوش، كل الكلام ده موجود يا باشا، بس كل الكلام ده موجود عندك انت برضه الناحيه الثانيه. يعني تمام ايه؟ تمام بس الفكره يا وائل، انت بتفترض فرضيه انا اختلف معاك فيها، ان احنا بنتكلم على دوله، بنتكلم على مؤسسات، وان في دوله بتدار بشكل الدوله، وان في حاجه اسمها سلطه قضائيه مستقله وسلطه تنفيذيه مستقله وبرلمان حقيقي منتخب انتخاب شفاف وسلطه تشريعيه واعلام. انت بتفترض قاعد تتكلم على الدوله، وفي اكثر من لا بس لا لا انت لا لا، ده بتتكلم انا على هكلمك الدوله. كلام بالاصول بقى، لا بس هكلمك هكمل كلام بس فكرتي بقى بالاصول. لو تكرمت. ماشي، ما انا وهكلم عن قلت لك الاصول. عايزين تاني حاجه، نقطع انا لم بعض، افترض عندما تحدثت عن التنظيمات، عندما تحدثت عن هواجهك التنظيمات المغلقه يا وائل، اسمعني بس الله يكرمك، خد بقى من كلام شويه. عندما تحدثت عن التنظيمات المغلقه، لا ليس بالطبيعي ان يكون تنظيم سياسي، انا بتكلم بس على التنظيم المقفول اللي هو في الاخر الشكل المغلق. وكان في دراسه المانيه لطيفه جدا بتتحدث عن افات التنظيمات المغلقه. فعندما اتحدث على ان جماعه الاخوان فيها افات التنظيم المغلق، او الكنيسه اللي قافله على نفسها لاسباب كتير جدا فيها افات التنظيم المغلق، والجيش اللي هو في الاخر شفنا لو كان فيه الشبابيك بتاعته مفتوحه ما كانش الظهر او استولى عليه المجموعه اللي موجوده دلوقتي اللي بتصمنا سوء العذاب، فاهمني؟ ده اللي اقصده. ولكن انا على فكره لا ليس اقصد، بص ليس خليني بس حقك طبعا، من حقك عايز انت، اوصل فكره حلوه. من حقك ان انت تختلف طبعا، من حقك ان انت تختلف وترفض ما طبعا اقول يعني معايا، بس انا عايز اوصل فكرتي لحضرتك. كمل، اكمل بقى انا الكلام، اسف، ان انا انا قلت ان انت مش عايز اقطع، اتفضل. لا قاطعني، احنا اتفقنا احنا نقاطع بعض. الفكرة في الآخر إن أنا بقول طيب انا إن عايز إخوان بس المسلمين اوضح على فكره الكلام. انا ممكن اقول لك ان بقاطعك ليه؟ عشان نريح بعض بعد كده في الطلعه دي. انا لما بقرر اقطعك على فكره مش عايز اقطع الفلوس بتاع افكارك، بس انا لقيتك انت بدات تروح في حته انا اصلا مختلف عن الجذر اللي انت بنيه. انا مش عايز اشتغل في الجذر ده، لان انا الجذر ده عندي عليه رد. فانا انا لو برد على استنيتك سؤالك، بس انا للاخر، برد على سؤالك. انا مش بتكلم على، انا مش لا جاي النهارده اتكلم على الاخوان ايوه المسلمين، انا اصلا مش اخوان مسلمين. انا فاهم، بس انا بحاول اوريك انه طريقتك في التفكير
عن الشكل بتاع الدوله محتاج يا هيثم. وعلى فكره انا دي ملاحظتي عليك بشكل عام، وبالمناسبه انا لك مطلق الحريه ان تقول ما تريد، لان انا مش جاي هنا اعدل عليك، انت راجل اكبر مني في السن ده مبدئيا، وانا مقدر ان انت اكبر مني في السن ومع ذلك متواضع وبتسمعني، وانا مقدر ده، وانا يعني اسف اذا كان في اي اصل مش تعدي بالسن يا شديد. وائل، هي مش بالسن، هي مش بالسن. الحكمه في الاخر لا مرض لا اي لا حد لا ان لا شاء الله بس عنده في 10 احترام، لا سنين لا لا عايزين، لا 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 هيثم بيه، هيثم بيه، انا عايز انا بقى اقول لك اصول بلدنا بقى، معلش انها تبقى بالسن. هقول لك ازاي بس يعني ايه بالسن. الدبلوماسيه حاجه لطيفه، انا ممكن اقول لك نفس الرساله اللي انا عايز اوصلها لك من غير ما اضايقك، من غير ما اوصل لك ان انا عامل نفسي جامد، وهي نفس الرساله على فكره. وبالمناسبه الناس ده، الناس غلط بتسميه تعريس، وده مش تعريس، ده ادب واخلاق وذوق من اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا، فاهم يعني؟ ده اللي هو كده، تمام. ده التعريس انك ما تقولش الحقيقه. وعلى فكره اكبر انواع التعريس هو التعريس للجماهير، مش التعريس للسلطه. التعريس للسلطه بيبقى واضح وبرخصه. يعني قصدي ايه، تمام بتروح تاخد تمام الرخصه والبطاقه وبيبقى على المكشوف طب كده، احنا يعني عشان قصدي ايه. بس عشان الحوار ما يتوهش بينا، نكمل في انه اتجاه. انا هقول لك نكمل في انه اتجاه، انا هقول لك ان انا مشكلتي دلوقتي مع الكلام اللي انت بتقوله، مثلا ان انت بتفترض ان في حاجه اسمها وضع يوتوبي، وهي دي مشكلتي مع الاخوان بشكل عام. هو عايز الوضع اليوتوبي يتنفذ دلوقتي، والوضع اليوتوبي هو وضع يوتوبي لسبب، ان هو ما ينفعش يتنفذ دلوقتي، هو ده حلم مستقبلي. انت دلوقتي راجل بتنفي عن الدوله وجود نظام فيها، وانا اعتقد ان انت لو فكرت كويس بهيثم خليل، عقليه هيثم خليل الراجل اللي هو فاهم انه بص، انت أبو لما خليل، بتسيب كل حاجه أبو خليل، مش ايه؟ هيثم خليل، هيثم ابو أبو خليل، خليل. انا اسف، هيثم ابو خليل بيبص بالحقيقه، هو فاهم ان لا، انت عندك في مصر الدنيا مش متظبطه، فلو ما فيش حد قاعد بيطعم السيستم كل شويه باي حاجه، السيستم يضرب، ولو السيستم ضرب على فكره في ملايين تجوع، وبالمناسبه الملايين اللي بتجوع دول في القرى انا وانت ما نسمعش عنهم.